600، ما شاء الله وزن محترم جدا، تحويل عالي خالص. بنتابع طبعا البط اهو زي ما انتم شايفين لسه موزون حالا النهارده، كيلو 600 وزن 25 يوم، ما زال بياكل علف بادي 23%، وبنقدم له في الميه كالسيوم وفيتامينات مضاد سموم املاح معدنيه. كل الحاجات دي مهمه جدا جدا عشان البط ينمو معانا بشكل سريع وبشكل كويس. شكرا لحضراتكم، متابعوني على قناتكم قناه دكتور